السلام عليكم. هذه اسمها دستر. دستر هذه جيب صغيرة رفيعة شوي، سعرها توقع أن سعر مناسب. جير اوتوماتيك، فيها تحكم، دركسانها حلو، فيها مثبت سرعة من ورا وسيع شوي. صرفيتها زينة 13. هذه هي يعني تعتبر وسيعة شوي. ورا الشنطة مغطينها، من الواحد يقدر يحط شيء فوق شيء تحت. ورا قزازها عادي، قدام قزازها تماتيك، ورا ما في مكيف. وش هذا؟ شيء جديد، شكله كهربائية. هذه العرض فقط، هذه بشكل يبيعونها في أوروبا كهربائية 100%. كرسي واحد، لا والله كرسيين، في بعد كأنها دباب. هذا شنطتها وسيعة، فيها هذه الجيب الكبيرة اسمها كوليوس، في منها ألوان. هذه أفخم شوي، هذه سعرها يبدأ من 117. شاشة كبيرة فيها تحكم كامل، تشغيل بزرار، فيها زرار هنا، أتوقع فيها مثبت سرعة، لازم يصير فيها مثبت. جلطة زرار جوا وسيعة وسع من اللي تو. اللي تو قيمتها أظن 70,000، هذه قيمتها 117. صرفيتها نفس الشيء، هذه وسيعة، قعدتها مريحة ورا، فيها تكاية، فيها USB هنا، وهذه بانوراما كامل. جنوط، شوف الشنطة حقتها مقفلة. هذه شنطتها مفتوحة وسيعة مرة إلى الكفر. هذا خطا عشان الشكل حلوة. هذه هذه العادية نفسها بس بدون شاشة كبيرة، هذه سعرها يبدأ من 94,000. نفس الشيء بس كراسي مخمل، ما فيها فتحة فوق، مواصفات أقل، 94,000 على هذه زين. في هذه أشهر سيارة عند رينو، أظن هذه اسمها ميغان. صرفيتها ممتازة 17.8. الله من جوا كشخ. كراسيها شموة سبور، فوق في فتحة،
شاشة كبيرة. اوكي هذا الدركسان، فيها نافيجيشن ورا وسيعة حلوة هاتشباك. هذه اسمها رينو ميجان، حجمها وسط زينة هاتشباك. هذه سعرها يبدأ من 140,000. في هذه الصغيرة اسمها سيمبل، سعرها يبدأ من 45,000 تقريبا. هذه عادية مرة بيسك، اللي بسيارة عملية هذه كويسة وما تصرف بنزين. قد سافرت أنا وواحد من الشباب الحلوين اسمه حمد، استأجرناها كانت صراحة ممتازة، فيها مثبت سرعة، كيف بارد، وشنطة هوسية. ورا حجمها حليو. في هذه اللي بسيارة وسط اسمها تالزمان، هذه حول 100,000 قيمتها، مواصفاتها زينة وفيها شاشة وفيها مواصفات كاملة، يجي منها ستاندرد ويجي منها فل. هذه حلوة اللي بسيارة وسط. بس هذا تقريبا هذه كل السيارات اللي عندهم، سياراتهم سعرها معقولة، في سبور، في جيب صغير عادي، وفي الصغيرة اللي توها من 45,000 جتهم فترة يبيعونها ب 18,000 اللي مثل هذه.